نوستالجيا. يا صباح الخير يا اللي معانا. صباح معسكر. تفتح تزهر. حول النور في كلمتين وبس. اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من نوستالجيا حنين حيدر. النهارده معايا ضيفه عزيزه على قلبي جدا جدا جدا. خلوني ارحب مشاهدينا الكرام بزميلتي واختي وعشره العمر داليا امين، المذيعه المتالقه، النجمه الكبيره البسيطه في التعامل وفي الشخصيه الجميله من قناه ناين لايف. الو يا داليا. هاي يا حاتم، والله انا مش عارفه، يعني بص لساني وقف مش عارفه اقول ايه على داليا. يعني لو كلمتك على المصيف زمان كان كبرنا اسكندرية، معمورة، ممتازة، عجمي ده لما هو الاخر حاجة على الطرف كده يعني. دلوقتي الدنيا مفتوحة لمرسى مطروح وما بعد يعني، بس هل مصيف زمان بيختلف عن مصيف دلوقتي؟ طبعا. ايه بقى الاختلاف؟ المصيف كان مصيف بقيمته كده. اولا كنا لازم بيبقى المصيف ده ناس كتير قوي، مش 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 عيلة طالعة لوحدها، كان بيبقى عائلات طالعة مع بعض. وغالبا يعني هتبص ما كانش في موبايلات وما فيش انترنت وما فيش حاجه خالص، انما كنت بتروح، عشان كده بقول لك انا بروح المصيف، يعني انت طالع بناس وبتروح تقابل ناس ثانيه. ايوه يعني كنت بقابل جيراني في الشارع هناك، ايه ده انتوا ما قلتوش مش عارف احنا لسه واصلين من امبارح. تروح فبقول لك، عشان كده كنت بقول لك مصر الجديده كلها كنت بتلاقيها في المعموره. ايوه دي حقيقه. فاحنا كنا بنصحى بدري نروح البحر، نروح سوق المعمورة الأول نجيب طبعًا العيش والطعمية، العيش الفينو أحلى طعمية دي بالظبط اسكندراني. وسندوتشات الكثيرة جدا اللي على البحر دي، نفطر بسرعة ويلا عايزين نروح البحر، ننزل هجوم على البحر، تلاقي طبعا تنزل البحر وتطلع جعان سندوتشات ونرجع نتغدى تاني. بعد الظهر كان بيبقى بقى اللي كانت يعني الفجر كله زي ما بيقولوا بقى، ويمبي وكنتاكي، ده كان يعني اختراع في ذلك الوقت. صحيح. والسينما فاكر كان بيبقى مارلبورو كانت بتعمل حفلات. أي. في المعموره. صحيح. كانت وكان بيبقى في مثلا حفلات صغيره للاطفال وحفلات اكبر، كان بيبقى في العاب بالليل بقى وطاوله وكوتشينه واحكام، يعني حفلات السمر بقى اللي كنا بنعملها والشايب والشايب طبعا والاحكام. فنلاقي نفسنا فجاه بقت الساعه 1 و2 بالليل. أي. لازم نلحق ننام شويه عشان نلحق ننزل، عشان نلحق نصحى تاني بالظبط. عشان نلحق كنا بنكروت النوم كمان ساعتين بكتير. حلو قوي زي الفل. لما كبرنا شويه انا فاكره ايام الجامعه كنا بنطبق، يعني هو مش عايزين يعني الوقت يعدي بالظبط عشان عايزين. فلا طبعا المصيف انا ما زلت بحبه، ومش منيش من الناس اللي بتحب الساحل مثلا خالص. طب خليني ارجع ورا شويه. احنا خلاص خلصنا المدرسه ونجحنا الحمد لله، والاجازه بدات اهي، ونسبه الصيف الحلوه بدات وهلت زي ما انت شايفه كده، ورايحين بقى ايه بكره المصيف. طيب كان في طقوس معينه لترتيب اللبس وترتيب الشنط طبعاً، ورب الاسره كان دايما بيروح ياخد العربيه الصبح يعمل بيها ايه ويرجع تاني يوضب وكم ساعه الطريق الزراعي. احكي لي بقى الكواليس دي، واستعدوا ازاي للمصيف ورحله عناء 3 4 5 ساعات مثلا. انا مش عارفه ازاي كنا بناخد كل الوقت ده في السفر. طبعا عشان ما كانش فيه الصحراوي اساسا، وحتى لما بدا الصحراوي انا فاكره ان كانت الناس بتخاف مني. ايوه لو العجله نامت ولا حصل حاجه إيه؟ هنعمل ايه؟ فكانت الناس فضلت تفضل الزراعي على الرغم انه كان مشواره طويل جدا جدا، يعني ده احنا كنا بننام في العربيه ونصحى. أيوة. ولسه ما وصلناش، ده 4 5 ساعات واكتر بالظبط. وتلاقي بقى ايه الخناقه المعتاده لكل الاسر المصريه الاصيله. احكي لي بقى، احكي لي شجيني. هو ايه كميه الشنط دي كلها؟ وبعدين بقى كمان لما يبقى عندك بنات فتبقى الشنط مليانه اكتر طبعًا. عشان يعني ده احنا معانا بقى اكسسوارات وسشوار ولبس كتير، ده احنا بنات بقى نازلين هنخرج بقى كل ده ليه؟ وتلاقي الرجاله بقى واخدين هو شورت وشورتين وتيشيرت، اي حاجه في السريع كده وخلاص، ومايو وخلاص وخلصت على كده. فاكر زمان المايو اللي هو اللي عليه الصياد اللي بيجري ورا سمكه بيبقى لونه رمادي دايما كده، كان مايو تيبيكال ما بيتغيرش يعني. كل الناس كل البلاج لابسه. وبعدين كان في دي الخناقه الاساسيه كل يوم كل سفريه الصبح، ايه كميه الحاجات دي واحنا هنحط ناخد الحاجات دي كلها ليه؟ الايس بوكس طبعا علشان بقى في انت معاك ولاد بقى فهياكلوا كتير وهياكلوا على البحر وهياكلوا مش عارف ايه.
فلازم يبقى معانا حاجات سبير كده للظروف الطارئه، عوامات بقى والجردل والجاروف والحاجات بتاعت لعب الرمل طبعا. والحاجات دي. الراكت اساسي ده يعني ما ينفعش البحر من غير راكت طبعا. طب وما ينفعش البحر من ايه غير ايه كمان؟ البياعين بتوع ايه؟ لا فريسكا ولا بوند، احكي لي بقى الحاجات دي. الفريسكا بوند انا من وانا صغيره بقى ده يعني، انا مامتي تحكي لي عشان انا كنت يعني صغيره جدا. الفريسكا ده اللي هو ما ينفعش يعني، ما ينفعش نعيش من غير الفريسكا على أكيد. البحر. لو يوم الراجل ما عداش ولا تاكليها اتاخر برملتها شويه، وايدك تبقى مليانه رم مفيش اي مشكله زي العسل. واحيانا كان بيبقى ده التحفيز عشان اطلع من البحر هياخد في فريسكا عشان تطلعي من البحر. لا طبعا الفريسكا، ولغايه دلوقتي انا لما بشوف الفريسكا يعني بتحبيها ماشي. المدوره دي ولا اللي طبعا بالبندق او مش عارف ايه؟ كل كله انواع الفريسكا. ما شاء هو الله. الراجل ينزل كده جميل. على ركبه ايوه يقعد طلع يا عم ويفتح البتاع البوكس بتاعه ده الازاز ويقعد يطلع. وفيها ومن ضمن الحاجات الاساسيه على فكره على البحر العنب. طبعا ما تفهمش ليه بس في عنب بلاستيك كده بتطلع على البحر مليانه عنب طبعا. مغسول احمر واخضر والبنات وكل الصغير ده طبعا لما ما بقاش فيه منه كتير زي الاول لكن ده كان حقيقه. تحفه. فلازم يطلع العنب على البحر فريسكا بوندا طبعا. ده من الحاجات اللي بقول لك انا بشوفه لغايه دلوقتي، بس يعني هو حلاوته على البحر يعني. انا في ناس حد هنا هنا قريب عند عمار بن ياسر هنا بس ما لا لا ملوش طعم هنا خالص بس الراجل حرام بيفضل واقف طول النهار فقبل الواحد بيديله عشان يسترزق بس بياخد منه خلاص. لكن هو حلاوته لا على على البحر. البحر. فاكره اللب الاسمر الصغير بتاع طبعا زمان والسوداني اللي هو كان محمص كده وريحته طبعا يعني تجيبك على بعد 3 كيلو طبعا. اللي مش موجودين دلوقتي، في حاجات لا تانية طبعا ظهرت بس مش ده مش بس من موجود. الحاجات اللطيفه انا يمكن عشان احنا نفس الجيل يعني لغايه دلوقتي مثلا انا واصحابي لو طالعين يوم اسكندريه لازم تلاقي معانا اللب والسوداني اساسي ما ينفعش نطلع من غيره. رغم ان احنا يعني ده يوم وراجعين ومش هنطلع مش هننزل البحر بس لا لازم يبقى معانا لب وسوداني للطريق ورايحين وراجعين. ايوه واحنا قاعدين في كافيه طلبنا حاجات وبتاع طلع اللب على طلع طول. اللب على طول. والله اسمر الصغير ده نفسي الاقيه اللي هو الصغنون قوي بتاع زمان ده. فاكر الراجل ابو حصان خشب اللي كان بيجي يصورنا يركبنا على الحصان ويقعد يصورنا كده ولو ايوه عدي هيصور هتصور هتصور ما بقاش محل ايوه يعني لازم لا وانا هتصور. ما زلت عندي صور كتير من مصوراتي بتاع البحر ده. ايوه مش هي الناس ما كانش عندها كاميرات زمان ولا ايه مش ما عارفه. كانوش مهتمين اصلا بالشكل ده بس كان لازم الناس تتصور طبعا. لازم. انت عارفه لو كنا احنا يعني زماننا كان في التكنولوجي دي اعتقد كنا هننبسط يعني هنستخدم التكنولوجي دي اكتر، كنا هنبقى عندنا ذكرياتنا قدامنا شايفينها زي ما احنا بنبني ذكريات دلوقتي. الاجيال دي بتبني ذكرياتها دلوقتي هتشوفها وبعد كده هيشوفوها. ايوه احنا اتظلمنا في الحته دي، احنا ما عندناش، احنا كان كبرنا صوره ابيض في اسود طبعا صورتين يعني اللي نلاقيه كمان. ايوه لا انا ما زلت عندي يمكن كمان علشان انا كنت الطفل الاولاني فدايما الطفل الاولاني بيبقوا مهتمين بيه شويه. ايوه صح ايوه دي حقيقه. فتلاقي انه دلوعه بتاع العيله بقى الاولاني بالظبط. بتاع الحج يعني كانوا يجيبوا مصوراتي في البيت عشان يصورني وانا ايوه بيبي يعني اللي هو احنا كنا بعد كده بقينا ناخد الطفل نوديه يتصور او بقينا بقى خلاص الكاميرا بقى عادي بقى الموبايل خلاص. بقى وخلاص. فلا وصور البحر دي فعلا المصورات مش كاميرات افراد لا اي بس كانت بتطلع حلوه. جميله وابيض في اسود وتلاقيها فلو وبتاع بس على قلبنا زي العسل. بالظبط تكنولوجي مختلفه تماما لكن ذكريات يعني شفنا حلو اي قوي. حاجه. حلو ده قوي. حقيقة. طب كان في حاجات تانية حب العزيز برضه الراجل بتاع الجندوفلي اللي بيعدي والحاجات دي. طول ما انت قاعد هتلاقي والشماسي الملونه الخشب بتاع دق الشماسي بتاعت عبد الحليم بتاعت الاغنيه طبعا كان ليها ريحه ايوه يعني تحس كده ان في امبيانس كده والطريق جو. وانا كنت بحب قوي اقعد اعمل فاكر نقعد نركبها وتقع وكل شويه الهواء على دماغنا. والنبي والنبي سيبوني انا اعمل وفاكر الكراسي الشمسيه برضه بتاعتها اللي بالقماش كراسي دي. البحر احنا كنا بنرجع بنطلع على البحر شايلين الشمسيه والكراسي. كانت ليله بس على قلبنا زي العسل. ايوه كانت تقيله على فكره جدا. كنا بنشيل يعني ومسافات. فاكر شارع لان الحنفيه كنت بتشيل الكولمان كمان. كمان ما كانش فاكر العجمي شارع الحنفيه والبارادايس والحته طبعا بتاع اللي كنا بنمشيها عشان خاطر قد ايه عشان خاطر البيتزا ما كانش فيه محلات بيتزا في مصر الجديده هنا. ايوه في الوقت اللي كان فيه بيتزا عشان كان فيها اجانب العجمي. ايوه ايوه فكان في محلات بيتزا في العجمي فانا كنت استنى اروح العجمي عشان اكل البيتزا. لا وريحه السمك البوري ابو رده اللي طبعا بيتشوي في العجمي مختلفه تماما مع كامل احترامي لكل السمك حقيقة. اللي موجود هنا وبيتعمل بالرده هتلاقي ريحته في العجمي حاجه في تانية. ريحته في ابو قير. ايوه ابو قير كنت فاكره في بتاكلي ورجلك في الميه كده في الريستوران فاكره طبعا الاجواء دي. طبعا طبعا لا المصايب كانت حاجه تانية. أيوة. انا بحبها. معمورة وبعدين على فكره ممتازة احنا كنا ستانلي عيال لطيفه جدا وكنا بنطلع مع اهالينا مش زي ولادنا دلوقتي اللي هو
اطلعوا انتوا. مش عايزين يطلعوا معانا او اصلا، سيبونا عايزين نطلع يهجوا. بالظبط، نطلع مع اصحابنا مش او يطلعوا عارف. معانا وياخدوا العربيه ويمشوا، يعني يروحوا لاصحابهم بقى ويسيبونا يعني. طب بالظبط احنا طالعين ليه؟ ايوه، طالعين لكن معاكم. كده بنطلع معاهم على فكره، بنروح البحر معاهم. ايوه. فلا هي طبعا، لا كل مصيف ذكريات جميله قوي يا حبيبي. وكنا بنحزن قوي واحنا راجعين، بنكتئب وياه هنرجع تاني، على الرغم المصيف عايزه خلص، اقول لك الوقت بيطير. حاجه، انه المصايف زمان كانت، يعني انا فاكره اولا كان في ناس بتروح تقعد بالشهر والشهرين، أي. ثانيا كنا بنطلع اكتر من، يعني الناس بقى اللي ظروف عندهم مش اشغال وكده بيبقى صعب ان هم ياخدوا الاجازه كلها مره واحده، فكان كنا بنطلع ممكن مرتين وثلاثه في الصيف، أي. مره العجمي ومره المعموره ومره نرجع تاني العجمي، يعني لازم لازم نختم الصيف بحاجه قبل، لدرجه ان كنا بنطلع مثلا قبل المدارس على طول، كان شهر سبتمبر وكانت بتبقى جو برد بالليل، فكان لازم ناخد كولونات أي. معانا ده واحنا اطفال نأمن صغيرين. نفسنا. بالظبط، لانه بيبقى الجو برد، بس اللي هو لازم نختم يعني نطلع اول الصيف، لازم نختم الصيف ممكن مره او مرتين في النص. دلوقتي ما بقاش فيه الامكانيات دي، هي طلعه واحده في الصيف هي الطلعة. وخلاص. ومعاكي حاجتك كلها دلوقتي، اي وقت كده ما بقاش فيه الاجواء انك تستعدي للمصيف، هوبا يلا دوري ويلا، ما بقاش فيه اللي هو الاجواء بتاعت اللي احنا كنا اتعلمناها دي، صحيح، ونبص على والتحضير كاوتش من قبلها، العربية ايوه، ونمون البنزين والزيت ونبص الزيت كانت اجواء كده. طبعا. والليلة اللي قبل السفر كان الواحد يقعد يحلم طول مش عايز الليل مش ينام عايز ينام، اساسا. يا رب بقى هو الفجر لسه ما طلعش، هو النور فين، هو مش عارف ايه، انما وتلاقينا قمنا يلا بقى، يلا بقى احنا جاهزين اهو. والفطار بقى، والفطار قبل ما تنزلي حبكت دلوقتي تفطر يعني يلا بينا ننزل. انا فاكر والدتي كانت بتعمل لي سندوتشات اومليت، واحنا كنا بنروح نحط بنزين، فكان الاومليت بالعيش البلدي بريحه البنزين بالنسبه لي يعني احنا رايحين المصيف، كده ده كان هو كده حاجه. المصيف بدأ. على فكره كنا بنعدي من قدام التلفزيون قدام مبنى ايوه ماسبيرو، ايوه عشان طريق كلنا. من هنا بدات الرحله هنتكلم عليها كمان شويه. بس خلينا نرجع تاني للمصيف. وانتي مسافره كنتوا، كان في ريست واحد هاوس، ريست هاوس في الطريق، وكان في قبليه بشويه برج المنوفيه حمام، تابع. انت كنت بتقفوا في انهي واحد بقى وبتاخدوا ايه؟ واحنا رايحين بنقف في حد، واحنا راجعين بنقف في حد ايوه تاني، احنا علشان واحنا بنعمل رايحين كده. واحنا رايحين مش هناخد حمام معانا، فبنقف بس ممكن ناخد فسيخ من الريست الاساسي بتاع زمان بتاع طريق اسكندريه، فناخد منه فطير، وبابايا الله يرحمه كان لازم يشرب قهوه عشان يفوق من الطريق طويل قوي، ونشرب عصير، نشرب اي حاجه يريح شويه، وبعدين نكمل الطريق. ممكن واحنا راجعين بقى نتغدى في بواج الحمام علشان هنروح البيت مفيش اكل بقى خلاص، واليوم كان طويل بقى، مين هيروح يعمل اكل دلوقتي؟ فما كانش فيه طبعا لا ديليفري بقى ولا الاوائل بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يا هادي مفيش ما كنتش حاجه عارف اللي جاي. خالص، لا في ديليفري ولا في كم الريستورانات الموجوده دلوقتي ولا الكافيهات ولا الكلام ده خالص يعني. داليا انا بجد استمتعت وانا بحوار جميل كمان جدا، وحاسس ان احنا يعني قاعدين قاعده في العيله كده قاعدين بندردش ايوه وبنتكلم، هو يعني هي دي ده التارجت حقيقه، بتاعي يعني. ده حقيقه، مبسوط جدا وانا ان انا ما كمان كنتش جدا. تعبتك معايا لا خالص، انا انبسطت قوي حاتم، ونسيت اساسا ان في كاميرات بجد. ومحسن. والله يعني لو كل شويه افكر نفسي على فكره الكلام ده هيتذاع وكده، بس يعني انا شايفه انه كلام لطيف جدا، يعني اتمنى ان هو يعجب الناس حقيقه اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، لانه هو كلام طالع من القلب، كنا دي صادقين حقيقة. جدا جدا يعني. فاتمنى انا ما اكونش يعني كنت ضيفه تقيله عليك خالص ولا على اللي بالعكس، يا بيتابعونا. لا 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 خالص، ده ضيفة جميلة وعزيزة شكرك، وأخته، ومن القلب اللي بيطلع ايوه بيطلع بيوصل ده حقيقه، للقلب على طول. ده حقيقه. وانا ميرسي ان انت يعني رجعتني ذكريات كتير قوي، ما في انت شريط جزء كده من سامي الذكريات بقى. دي، انت ومنال والجروب بتاع المدرسة ده، يعني انت ايوه جزء من الذكريات دي، ايوه ده انتوا حقيقه، خلقتوا ايوه الذكريات في ده حقيقه، الكتاب ده وفي ده الحياة حقيقه، عامة بشكل كبير. ده حقيقه. طب انا عايزك تختمي انت بقى الحلقة، تختمي يعني. يعني كل اقدر اقول ان كل واحد يكون ذكرياته، مش معنى ان احنا يعني عندنا ذكرياتنا انه لازم تبقى طبق الاصل لكل واحد او للاجيال اللي جايه، ان كل واحد يعني يختلق الفرصه والمناسبه اللي يكون بيها ذكريات، وتبقى ذكريات سعيده وذكريات حلوه يفتكرها ويحكيها للي بعد كده. وبتمنى انه يعني ذكرياتنا النهارده وكلامنا عن حياتنا اللي كانت قبل كده تكون يعني كانت لطيفه بالنسبه لكل اللي بيتابعونا لحضراتكم. وبس بشكر طبعا حاتم جدا على الفرصه الجميله دي. أشكرك جدا، ميرسي يا حاتم. ميرسي يا دكتور. نوستالجيا يا صباح الخير يا نسيم معانا صباحك معانا.
تفتح تزهر كلمتين وبس.